أغنية مصورة في تاريخ الأغنيات العربية التي تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب. كليب 180 درجة تم تصويره في بيروت من إخراج ياسر سامي وكلمات الشاعر محمد عاطف وألحان رامي جمال وإنتاج شركة روتانيا. على فكرة الشخص اللي انت عرفتي دلوقتي تغير مش ممكن يطلع لحظة صغير في واحدة معاه مش متحير مش خايف جنبها من طرحت المطربة سميرة سعيد أغنيتها الخليجية التي تحمل اسم مظلوم عبر تطبيق الأغاني أنغامي. الأغنية من كلمات أحمد الصانع وألحان حمد العماري وتوزيع محمد مصطفى، ومن المقرر تصويرها بطريقة الفيديو كليب خلال أيام. ردود أفعال إيجابية ونجاح كبير جدا حقق ألبوم النجم اللبناني جورج وسوف اشتقنا لك، واللي قررت روتانا إنتاجه تقديرا لمجهود وعطاء وسوف في رحلته معها خلال 10 ألبومات سابقة تكللت بالنجاح. ألبوم اشتقنا لك بيتضمن 14 أغنية من أجمل ما غنى الوسوف. من الأغنيات دي الله كريم والصبر طيب وسلف ودين واتأخرت كتير وخسرت كل الناس وصابر وراضي. بيحسدوني لما بضحك وبيقولولي اه يا بختك اه يا بختك ناس كتير حواليك تحبك واقفة جنبك بيحسدوني من بعيد من غير ما حسك قربوا مني يشوفوني بيشوفوا شايل النجمة اللبنانية باسكالا مشعلاني استغلت فترة الاحتفالات بعيد الأم وطرحت أغنية سينجل بعنوان أم البطل وأهدتها لوالدتها وكل الأمهات. الأغنية كتب كلماتها الشاعر بسام أبي أنطون ووزعها المبدع ملحم أبو جديد. المطربة مروة نصر من تسجيل أغنية وطنية لدعم السياحة والاقتصاد في مصر، وأكدت مروة أنها بتدعو من خلال الأغنية كل العالم لزيارة مصر والاستثمار فيها. شارك في الأغنية المطرب السعودي إبراهيم الحكمي والسورية وعد البحري. الأغنية من كلمات محمد العشماوي ولحنها ووزعها موسيقيا أيمن المنيري. في حالة وفاة حصلت قدام النجم وائل جسار وسببت له صدمة كبيرة، عايزين تعرفوا الحكاية كلها بعد شوية. حالة من الجدل أثارتها الفنانة راندا البحيري بعد تغييرها لصورة الكفر الخاص بحسابها الشخصي بفيسبوك بصورة تانية كتبت عليها